على الباب. هيا لنفتح باب القلب. نال هو نفرح بلهجة وحب. أهلا أهلا بالأحباب. نال هو نفرح بلهجة وحب. أهلا أهلا بالأحباب. نحن جينا في موعدنا لما سمعنا أهلا يا ضحب فيكم ونحييكم. أهلا أهلا يا أصدقاء. ابقوا معنا فنحن جمعنا ما يسعدنا في أحلى لقاء. ابقوا معنا فنحن جمعنا ما يسعدنا في أحلى لقاء. مع حكيم ومع عبيد. مع حكيم ومع عبيد. في معنا صندوق صغير قلبه بالمحب كبير. ملآن أشكال والوان في معلومات وحكايات. عن أسرار الطبيعة. عن الدنيا البديعة. عن الناس والحياة. عن النبات والحيوان. مخبى بقلبه كنز كبير من العلم والعرفان. حتى يظهر هذا الكنز. افتح عقلك لنور العلم. املى قلبك بالإيمان. أما الكنز الأحلى الأغلى هو الوطن وحب الوطن. حب العالم والإنسان. حب الخير وعمل الخير. كل زمان وكل مكان. حب الخير وعمل الخير. كل زمان وكل مكان. هذه وصية وأغلى هدية من حكيم ومن عليم. بقرة وأكثر مقابل هذه الدجاجة. لكني لو كنت بطل هذه الحكاية لفعلت أشياء أخرى. ماذا كنت ستفعل؟ هذا سر. عندي في رأسي أفكار مذهلة ولكنها سرية ومفاجئة. أعرف مفاجئاتك. تأكل وتنام وتثرثر بينهما. هذا كل ما تفعله. أنا يا عبير لا أفعل إلا الحكي والنوم والأكل. ماذا تريدين؟ سأفعل حالا وسترين. هيا قولي بسرعة. هيا أريدك أن تأتي معي في رحلتي إلى الوطن العربي. يا سلام أحب ذلك. إلى أين؟ أين ستذهبين هذه المرة؟ هيا قولي. احذر. ألا تعرف؟ كيف سأعرف؟ أليست رحلتنا حسب الحروف الأبجدية؟ نعم صحيح. المرة الماضية كنا في الأردن لأنه يبدأ بحرف الألف. تمام. وهنالك دولة عربية أخرى يبدأ اسمها بالحرف ألف أيضا، أليس كذلك؟ ما هي؟ الإمارات العربية المتحدة، أليس كذلك؟ صحيح يا حكيم. هيا يا أصحابي نتعرف على دولة الإمارات العربية المتحدة. إمارات متحدة؟ اسم تفسيره بسيط ويملأ القلب بالفرحة، لأن الإمارات كانت سبعة منفصلة واتحدت كلها في دولة وحدة قوية وحققت وحدة عربية ناجحة. تعيش الوحدة العربية. يا ليت كل الدول العربية تتوحد في دولة واحدة قوية. أما الإمارات السبعة فهي أبوظبي، دبي، عجمان، الشارقة، راس الخيمة، والفجيرة، أم القوين. وصار لها اسم واحد، الإمارات العربية المتحدة. وباسمها المختصر دولة الإمارات معروفة لكل العرب. ألف لام ألف ميم ألف را ألف تا. الإمارات، والاسم الرسمي الإمارات العربية المتحدة. وتقع في قارة آسيا، جزء من آسيا العربية، وفي الجزيرة العربية. وحدودها؟ الإمارات تمتد على شاطئ البحر، كلها تقع على البحر. وحدودها الشمالية الغربية تقع على الخليج العربي الممتد من بحر العرب، ومن الجنوب السعودية، ومن الشرق سلطنة عمان. أما عاصمة الإمارات؟ أنا أعرفها يا عبير، مدينة أبوظبي، في صحيح. إمارة أبوظبي. صحيح يا حكيم، أبوظبي. ألف با واو ظا با يا أبو ظبي. ولا تنسي دبي كمان، المدينة الثانية المهمة. لا أنساها يا حكيم، مدينة حديثة وعصرية. أما عدد السكان، عدد سكان الإمارات حوالي 900 ألف نسمة. عدد سكان الإمارات
عايشين على مساحة 77,000 كيلومتر مربع هي مساحة الإمارات. صحيح يا حكيم، دولة حديثة وفتية ونموذج لوحدة عربية. يا سلام. ما بك يا حكيم، تعبت؟ تعبت أبدا، كانت رحلة ممتعة ومفيدة في بلد عربي أحبه. إذا لماذا تلهث هكذا؟ ألهث من التعب في الرحلة التي تنتظرني الآن. تلهث من رحلة لم تبدأها بعد؟ نعم، لأنني لا أحب الشخص الذي سأرافقه. من؟ وأية رحلة؟ نسيتي من ينتظرني. أنت تنسين كثيرا يا عبير، وأنا أتكلم كثيرا لأذكرك. أنسيتي أن الدبدوب أقوى دب في العالم؟ صحيح، إنه ما زال يبحث عن الكنز. وهي رحلة شاقة، ولا أدري إن كان سيجد الكنز في نهايتها. من جد وجد، المهم أن يحاول وأن لا يبقى جالسا مثلك هنا يشكو ويتكلم. أنا لن أبقى هنا، سأرافقه. هيا يا عبير، هيا 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 هيا. ما زال دبدوب وأصدقاؤه في الطريق للبحث عن كنز الجدة، وتعرفون أن الخريطة قد احترقت، لكن السلحف يحفظها ويعرفها. لكنهم لم يعرفوا بعد أن الذئب والقراصنة يلحقون بهم. دبدوب هو القائد وأرنوب يراقب، أما سلحف فعندما لا يكون نائما فيقوم بمراقبة المحرك. إنهم يبحرون أياما وليال دون تعب. لكن العاصفة ستهب، وأرنوب بدا خائفا اليوم. دبدوب يهدئه، اذهب أنت بجانب سلحف وأنا سأبقى هنا، فأنا لا أخاف. بالطبع إن القائد لا يخاف، والشجاعة هي ما يحتاجون إليه، لأن العاصفة تزداد سوءا والأمواج تعلو أكثر وأكثر. أين ذهب دبدوب ووعاء العسل يا ترى؟ لقد سقطا من على ظهر القارب، وهو دبدوب محاط بالماء يكاد يغرق، بينما القارب يختفي. دبدوب يحاول الإمساك به لكنه لا يقدر، لقد دفعته الأمواج إلى جزيرة صغيرة. طبعا سيبقى في الجزيرة حتى انتهاء العاصفة. ماذا اكتشف يا ترى؟ إنه اكتشاف غريب، فالجزيرة ليست جزيرة. من حسن الحظ أن وعاء العسل معه. هلا تذهب أبعد من هذا أيها الحوت. تغلب دبدوب عليه فأخذ الحوت يبكي. الحوت لم يعد قادرا على التحرك للأمام ولا للوراء. من حسن حظك أنك أمسكت بي، لأني الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يحمل حوتا. فعلا يا دبدوب. ويلوح الحوت بذيله بسرور وهو يسبح مبتعدا. أما دبدوب
يعلم أين هو. وفجأة ما هذا؟ آثار أقدام جديدة على الرمل. من يا ترى مر من هنا؟ ومن يا ترى الجالس على الشجرة يرمي جوز الهند عليه؟ إذن فهذا أنت الذي ترمي علي الجوز يا سعدان. لكن آثار الأقدام ليست آثار أقدامك بالتأكيد، فمن غير الممكن أن تترك أقدام صغيرة كهذه. إنها آثار أقدامي أنا. نعم يا دبدب، آثار أقدامك أنت. ماذا يا سعدان؟ ألا تقدر أن تفتح الجوزة؟ لا بأس، دبدب يفتحها بأصابعه. ممتاز، هنالك الكثير من الجوز على الجزيرة، فلن يجوع دبدب. ولكن المهم، كيف يستطيع أن يغادر الجزيرة؟ مسكين، إنه يمضي الليل والنهار يحدق في البحر ويفكر. ألو. يا لها من مفاجأة، ويا له من يوم رائع. فها هو الحوت يشكره ويرد له المعروف ويأتي بالقارب، وهكذا يبحرون. لقد وصلنا، يصيح السلحف وهو يطفئ المحرك. ماذا يفعل دبدب؟ يلبس ملابس الغطس. نعم، سوف أقفز وأبدأ البحث عن الكنز. ما هذا الماء؟ أنا يا عبير، أنا أنفض الماء عن جسمي. ومن أين جاء الماء إليك؟ من الغطس تحت البحر، ألم ترينني؟ لا، دبدوب هو الذي غطس تحت الماء للبحث عن الكنز، أما الببغة فلا يغطس تحت الماء. هو غطس، أما أنا فتبللت بالماء. لم أرك معهم؟ طبعا لم ترينني، لأنني أقوم بأعمال البطولية بشكل سري وخفي. أنا هكذا البطل الخفي في كل مكان، تحت الماء، فوق الماء، تحت السحاب، فوق الأرض، فوق، هناك، تحت. أنا يعني تقول أنا وأنا وأنا وأنت لا تفعل شيئا. إن كان الأمر كذلك فسأنام، على الأقل أستطيع أن أنام إذا أردت. هذا ما تقدر أن تفعله. لا أستطيع أن أغني أيضا. لا أرجوك، نومك أفضل من غنائك. يا سلام، ما هذا الصوت الجميل؟ إنه صوت البلبل، ولكن ليس الطائر المشهور. هذه لعبة أطفال تصدر صوتا كصوت البلبل، فسميت باسم البلبل. اختفى صوت البلبل، إذن سأغني أنا. لا يا حكيم، لا، انتظر، سنرى أين ذهب. يملأ الدنيا بالبهجة والفرح، وهدية سامي الصغير أحلى الهدايا. بلبل، نعم، بلبل موسيقي،
وها هو سعيد به وبصوته الجميل. وسمير أيضا أعجبته موسيقى البلبل العذبة الجميلة. ثلاثة، يا لها من أصوات رائعة. ما رأيك يا دبدب؟ لا تنسوا أن دبدب يعرف الموسيقى والألحان، ولهذا فهو يغار كثيرا من غناء البلبل. ولأن سمير حول كل انتباهه من دبدب إلى البلبل، فدبدب غاضب جدا. البلبل صعد إلى الطاولة، إنه يدور ويدور، وها هو الآن يتسلق على دبدب. دبدب مغتاظ جدا لأن سمير مسرور بالبلبل. لكن سامي أيضا مندهش من اهتمام سمير بالبلبل. البلبل يعرف جميع الألحان. هذا صوت الكمان، إنه يقفز على رأسه. لماذا يا ترى؟ ماذا سيفعل؟ واحد، اثنان. سامي يحرك دبدب، فيتحول دبدب إلى بلبل. أما البلبل فيصبح هو دبدب. كيف؟ لا يهم. المهم أن سمير سعيد لأنه أصبح لديه صديقين الآن. سامي يصفق من الفرح، أصبح عنده بلبلين. لا، ما الذي أغضبك؟ هذه الفوضى. أية فوضى؟ هذا الخلط. أي خلط؟ دبدب يتحول إلى بلبل، والبلبل يتحول إلى دبدب. هذه حكاية خيالية، أما أنا وأنت لا نستطيع أن نتحول. أنا أريد أن أتحول إلى 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 ماذا قل؟ طب إنني حائر. إلى 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 ماذا؟ احتار. الصحيح فكرت طويلا يا عبير، ولم أجد أفضل من نفسي أتحول إليها، لذلك سأبقى كما أنا. أرأيت؟ ابقى كما أنت وارضى بنفسك واجعل من نفسك أفضل ما تتمنى أن تكون عليه. طيب، تصبحين على خير. انتظر. ماذا؟ هذه المرة لم أنسى. ماذا؟ طاقية وقبعة. ماذا يفعلان الآن يا ترى؟ لنرى يا حكيم. فعلا شخصان ظريفان، أعمالهما لطيفة وأفكارهما ذكية. لو يتعلم حكيم منهما.
بالطبع لم ينتظر، أسرع إلى النوم. أرجو أن يتأخر قليلا في النوم، لأنه حين يستيقظ سوف يبدأ بالكلام عن نفسه وأحلامه، لكنه سيستيقظ طبعا قبل موعدنا القادم. وإلى اللقاء يا أصدقاء. كل الأحباب على الباب، هيا لنفتح باب القلب. نل هو نفرح ببهجة وحب، أهلا أهلا بالأحباب. نل هو نفرح ببهجة وحب، أهلا أهلا بالأحباب. نحن جينا في موعدنا لما سمعنا أهلا يا